السلام عليكم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن فيديو بيمثل الواقع اللي احنا فيه في تربية السمان. طبعا يا جماعة في خلال الفترة اللي انا ربيت فيها السمان ديتي، فوجدت ان درجة الحرارة بتأثر على السمان بطريقة مباشرة في اولا يعني في حاجات كتيرة. مبدئيا اولا بطء النمو الشديد في حجم الأم أو حجم السمانة. ثانيا تأخر إنتاج البيض، وده حاجة تانية ومهمة جدا. تالت حاجة إن الحرارة بتأثر على السمان، بشرط إن يحصل إيه؟ بشرط إن يحصل إن درجة الحرارة تبقى صعبة جدا، ودرجة الحرارة ترتفع عن 32 اللي هي المسموح بها، أو اللي تكون اللي هي الطبيعية اللي بيحبها أو بيتعايش معها السمان. فطبعا ده بتعمل له حالة عكسية صعبة جدا. أولها الافتراس عنده، بتبقى عند الأم بالذات، مش يعني سبحان الله، يعني سبحان الله زي ما ربنا قال إن هم كل الخلق الله عز وجل، من حتى النملة حتى الفيل أمم من أمثالكم، لكل واحد ليه طاقة وكل واحد ليه استحمال وحاجات من دي. فطبعا اللي أنا شفته لقيت السمان، وخصوصا الأبيض يا جماعة، الأبيض فعلا هو، لأن الأبيض أوروبي وأصلا جو المفروض جو معتدل وسقعة. أما الياباني فالياباني تقريبا، واللي أنا شفته إن هو برضه بيستحمل الحر شوية، او نسبة النرفزة عنده والضيق ما هيش زي الابيض. انا معايا وصل المرحلة بالسمان الابيض انه بدأ ياكل في بعضه وبطريقة غريبة جدا، يعني انا ما شفتهاش في تربية السمان قبل كده، لدرجة ان انا خلاص اتخلصت من السمان الابيض علشان اخلص من مشاكله، لان لقيت بدأ السمان الياباني ان هو يعني ايه مش يتعدى منه، يبدأ يلاحظ المشاكل اللي بتحصل جنبه وهو عايز يعمل كده برضه. فأنا عملت حمامة السلام وذبحت الأبيض خالص، وهبدأ إن شاء الله تربية جديدة. لعل ممكن، خلي بالكم برضه، تربية السمان وخصوصا التفقيس، لو فيه مشاكل في التفقيس أو حصل فيه انزعاج للسمان داخل، يعني مثلا مشاكل خارجية زي صوت، مثلا صوت عالي أو خبطات أو كلام من دوتي أو دوشة، ممكن يأثر على السمان بالسلب وهو إيه وهو جنين في البيضة، إنه يطلع أخلاقه فعلا بتبقى وحشة. دايما يخاف من أقل هبدة، دايما عنده حالة تأهب لأي مشكلة، فده مش كويس للسمان. فيلا بينا نشوف السمان بتاعنا ونتكلم شوية على الموضوع بتاع ايه الحرارة. يلا بينا. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين، انا شايف بعض السمان من الامهات، ان لو انتوا بصوا خليتوا بالكم من قار السمانة، من قار السمانة يا جماعة ما يبقاش بالكبر ده ويبدأ يتلوى وهي لسه ما بضتش. دي حاجة غريبة انا شايفها في السمان، يعني مش عارف السمان ده ما يبقه ما يتلواش كده يا جماعة، اقل حاجة 3 شهور 4 شهور عشان خاطر بقه يتلوى. بقه يتلوى ده يعني سنه كبر. طب ما فيش ولا بيضة. بمسك السمان حجمه صغير يا جماعة، طبعا ده بسبب درجة الحرارة والمشكلة بتاعة درجة الحرارة. اولا مش عايز ياكل لانه قرفان وزهقان، وزي ما انتم شايفين عمال يتهوى وازاي، وعايز يخرج باي شكل من الاشكال. ثانيا تقريبا والله اعلم نسبه التحويل هتبقى وحشه، حتى العلاجات وغيره مفيش. انا ما عدتش، انا خايف بصراحه اديله علاج، لان هو مش ناقص هبطان. جميع العلاجات اللي بتديها له يا جماعه بتعمل هبطان للسمان، فما ينفعش ان انا اديله علاج. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل العلاجات خالص، على قد يعني على قد ما نقدر، علشان خاطر ما يحصلش دروب منك ويموت لك السمان. تمام، والله المستعان بقى، ونشوف ان شاء الله في الايام اللي جايه ربنا ايه ده عنا كده، ربنا يزح. حتى بص الحصله بتاعتهم واقفه، العظم طالع من صدرهم ازاي. بصراحه السمان ده طريق، يعني اول مره اسال يا رب يا جماعه سمان بالغرابه دي.
فان شاء الله باذن الله انا ناوي ان انا اجيب سمان تاني، فانتظروا ان شاء الله فيديو جديد. ودعنا كده ان ايه ربنا ييسر علينا امرنا ونجيب السمان الجديد عشان نوريه لكم، وهنربي من جديد تاني، لان انا كده مش هينفع ان انا اربي الخمسه دول بس كده. وانتظروا ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.